جاوبيني على سؤالي بليز. هي اجت لعندي وقالت لي انه مغرمه بابنك وحابه تتعرف عليه. ها هي كل القصه. والكاميرا انت طالعتيها واعطيتيها اياها يعني؟ اكيد لا، هي وقت اجت لعندي شافت الكاميرا وسالتني عنها وقلت لها انه الك، فطلبت انه تاخدها. وهذاك الغداء انت اللي عزمتي عليه؟ لا، هي حكت معي وقالت لي اذا كان عندي وقت انه نلتقى سوا وحتى نتعرف على بعض اكثر. هذا اللي صار. وخبرتيها انه علاقتنا انا وياكي زفت؟ يعني معقول ما اقول لها؟ بس هي وعدتني انه تلاقي خطه تحلها بيناتنا وتصالحنا مع بعض. بس انا بصراحه كنت متردده وخايفه. خايفة من هاي الصلحة، بس هي أصرت إنه عائلة معوض ما لازم تكون بعيدة عن بعض. إيه؟ حتى هي من كم يوم عزمتني على الغداء. كيف؟ وإمتى؟ من يومين. حتى قالت لي انكم متخانقين مع بعض. طيب هي قالت لي انه عم تعمل خطه لترجع انت وياها، بس انا ما ارتحت لها لهي البنت. بلا لك ياها. لوين انتي؟ ما عم تقولي الحقيقه وانا ما عم بفهم ليش. انت ليش عم تضحك على حالك وعم تضحي بعيلتك مشان نزوه سخيفه؟ فلك قالت لك عن علاقتنا انا وياها وعن ألمة وهالقصص؟ لا ابدا. ما عم بقدر صدق.